تزايد في الآونة الأخيرة تداول اسم سوريا وربطها بالتصعيد المتسارع في الشرق الأوسط، وتحديدا بما يخص الحرب في لبنان، وسط توقعات وتحليلات باحتمالية شن إسرائيل توغلا بريا داخل الأراضي السورية لاستهداف مصالح وأهداف مرتبطة بإيران وجماعة حزب الله اللبناني. منذ العام 1967 وثلثا مساحة هضبة جولان السورية تحت الاحتلال الإسرائيلي، حيث تهجر منذ ذلك الحين غالبية السكان فيما أنشئت فيها النقاط العسكرية وأبراج المراقبة والمستوطنات التي تهدد بطمس طبيعة وثقافة المنطقة في خرق واضح للاتفاقات الدولية ودون أي اعتبار للقرارات الأممية الرافضة للاعتراف بالاحتلال. وفي ظل التصعيد العسكري المتسارع في الشرق الأوسط حيث حربي غزة ولبنان والتوتر الكبير مع إيران، يعود اسم الجولان وجنوب غرب سوريا مرة أخرى للتداول في أروقة المحللين العسكريين وربما السياسيين من أصحاب القرار بعد تقارير عن احتمالية شن إسرائيل توغلاً برياً داخل الأراضي السورية انطلاقاً من الجولان للقضاء على وجود إيران وحزب الله ومصالحهما هناك. تهديدات تمثلت بتصريحات لرئيس حزب إسرائيل بيتنا أفغادور ليبرمان أشار فيها لاحتلال الجزء السوري من جبل الشيخ في حال بقاء سوريا كقاعدة لوجستية لحزب الله وإيران لشن هجمات ضد إسرائيل وفق تعبيره، فيما اعتبر مراقبون أن تل أبيب بصدد إنشاء حزام أمني لإبعاد الفصائل التابعة لإيران وحزب الله ومحاصرتها وقطع خطوط الإمداد عنها. ولو عدنا قليلاً إلى الوراء وتحديداً منذ اندلاع الأزمة السورية، لم تتوقف الغارات الإسرائيلية على مواقع ومراكز الفصائل التابعة لإيران في سوريا، والتي وصلت مؤخراً إلى حد ضرب مناطق مهمة في قلب العاصمة دمشق، وسط اكتفاء الأخيرة بالإدانة وتقديم الاحتجاجات للأمم المتحدة والتوعد بالرد في الزمان والمكان المناسبين، وهي مقولة لطالما سمعها السوريون خلال عقود من الزمن دون أن تتحقق. تلويحات تل أبيب باحتلال أراض سورية جديدة في ظل استمرار حربها داخل قطاع غزة ولبنان قد تكون جدية أكثر من أي وقت مضى بحسب المعطيات الميدانية والجيوسياسية، إثبات الجنوب السوري وتحديداً القنيطرة مرشحاً لأن تكون جبهة جديدة في الفترة المقبلة على اعتبار أنها تعد من أبرز الأماكن التي تشهد انتشاراً لحزب الله والفصائل التابعة لطهران وفق مراقبين. وتعمد إسرائيل منذ سنوات إلى التوغل في سوريا بشكل محدود بحجة إزالة عقبات طبيعية مثل الأشجار وغيرها على مرأى دمشق التي تشاهد كل شيء دون ما أي تحرك، إلا أن هدف تل أبيب كان وفقاً لمحللين عسكريين يهدف لإزالة كل ما يحجب الرصد عن خطوط التماس. ورغم الصمت الرسمي المريب في سوريا، علقت وسائل إعلام مقربة من الحكومة هناك على هذه التطورات نافية حدوث أي توغلات إسرائيلية قرب الجولان المحتل، وأن ما يروج له عبر وسائل الإعلام هو محض خيال وفق تعبيرها، وذلك في أعقاب تقارير أكدت دخول قوات إسرائيلية برفقة عربات مصفحة إلى أراض زراعية بريف القنيطرة. ينضم إلينا من لندن حمد شهاب الطلاع محلل سياسي، أهلا بك أستاذ حمد. إذا نسأل عن مع تجدد التطورات والتصعيد العسكري في المنطقة، دائما يتجدد السؤال أين موقع سوريا مما يحيط بها من شظايا الحرب؟ السلام عليكم، تحياتي يا أخي الكريم. يعني بلا شك أنه التطورات الجارية الآن في منطقة الشرق الأوسط بشكل عام، وخصوصا يعني على الجبهة الفلسطينية، على الجبهة اللبنانية، على الجبهة السورية، يعني بدأت إرهاصاتها منذ 7 أكتوبر 2023. وكما تعلمون جيدا يعني أنتم الذين يعني تملكون وسائل الإعلام والكثير من السياسيين، أنه مع بدايات أحداث 7 أكتوبر من العام الماضي قام الرئيس الروسي باستدعاء بشار الأسد إلى موسكو ونصحه نصيحة هامة، ويبدو أن الرئيس السوري بشار الأسد التزم بهذه النصيحة عندما قال له
المنطقة مقبلة على أحداث خطيرة، ويجب عليك أن تتفادى هذه الأحداث وتلتزم الصمت وأن لا تنخرط بها، وهذا واضح تماما منذ أحداث 7 أكتوبر. وأكبر دليل على ذلك أنه في الآونة الأخيرة كما ورد في تقريركم، وهذا طبعا صحيح، وما النفي السوري إلا هو يعني لإبعاد اللوم عن نظام الأسد لماذا لا يتحرك، أن القوات الإسرائيلية تدخلت داخل الأراضي السورية تمهيدا يبدو لاجتياح أوسع لمنطقة جنوب سوريا، ومع ذلك بقي النظام السوري صامت لأنه يعلم أن هذه الأحداث ستجرف كل من في طريقها. ونظام الأسد يعني حارب السوريين على مدى 14 عام بأكثر الأسلحة تطورا، واستدعى جيوش خارجية وميليشيات عابرة للحدود من أجل مؤازرته في الحرب على الشعب السوري، كل ذلك من أجل البقاء في السلطة، وبالتالي هو لن ينخرط في أي صراع إقليمي الآن، لأنه هذا سيكون مهدد بشكل مباشر لسلطته على سوريا. هذه حقيقة الوضع في سوريا. بالإضافة لما ذكرت أستاذ حمد، يعني لا ينخرط في أي صراع للحفاظ على سلطته، لكن هل في المقابل أيضا هل الجيش السوري يمتلك القدرة اليوم العسكرية على مواجهة الأحداث المحيطة به بعد مرور سنوات طويلة من الحرب الداخلية الأهلية؟ طبعا يعني احنا يعني لسنا بعيدين عن حقيقة التوازنات العسكرية والتوازنات الاقتصادية وحتى التوازنات السياسية في المنطقة وفي العالم. يعني قبل الثورة السورية، قبل أن تتشتت قوى جيش النظام السوري في حربه على الشعب السوري، هو لم يكن يقوى على مواجهة إسرائيل. يعني هذا واضح تماما نظرا للفارق الكبير في التقنية العسكرية، في الدعم الدولي، في الدعم الاقتصادي، فما بالك اليوم؟ يعني هذا أمر منتهين منه ومفروغ منه، ولكن يعني هو في مقياس عدم انخراط نظام الأسد في الصراع مع إسرائيل، المقياس الحقيقي هو الحفاظ على السلطة. والدليل على أنه إسرائيل قامت بهجمات داخل سوريا قبل حتى الثورة السورية، مثل الهجوم على المفاعل النووي في دير الزور، وهجمات كانت يعني بالقرب من القصر الرئاسي في الساحل السوري، ومع هذا لم يقم نظام بشار الأسد بالرد على إسرائيل. إذن المقياس الأساسي في العملية كلها هو الحفاظ على السلطة في ربما استجاب الأسد كما تفضلت لنصيحة بوتين بعدم الانخراط في هذا الصراع، لكن اليوم عندما تتوغل إسرائيل لمئات الأمتار داخل الأراضي السورية، يعني هنا حسابات الأرض ربما تبدلت مقابل الموازين الدولية التي ترسم لهذه المنطقة. هل سيبقى الوضع أو السياسة السورية على ما هي عليه أمام هذه التغييرات على الأرض؟ أستاذ الكريم، يعني إذا ذهبنا إلى الخلف قليلا لبضعة سنين خلال عمر الثورة السورية، ندرك أن كل ما يجري اليوم هو كان مخطط له وممهد له، ونظام الأسد يعلم ذلك تماما. لكن عدم حرص نظام الأسد على وحدة الأراضي السورية، ويعني البقاء على يعني التحكم في جزء من سوريا حتى لو يعني اضطره الامر الى الذهاب لبناء دوله طائفيه حقيقه في سوريا، جعله يصمت كل هذا الصمت. والدليل على ذلك ما جرى في الشمال السوري. طيب في الشمال السوري موجود هناك قوات تركيه، والان نظام الاسد يفاوض تركيا على اعاده العلاقات متجاوزا الشرط الذي وضعه سابقا، شرط انسحاب القوات السورية. وبالتالي كما ذكرت لك سابقا، المقياس هو الحفاظ على حكم ولو جزء محدد من الجغرافيا السورية. وما سيحدث في الجنوب السوري هو يعني ليس مجرد دخول بضعة أمتار، أيضا مخطط له. عود إلى عام 2018 عندما أصرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل بالتعاون مع الأردن على إخراج القوات المحسوبة على الثورة السورية، على الرغم من أنه في تلك الأثناء قوات الثورة السورية لم تطرح أي شعار كما تطرحه الميليشيات التي تتبع لإيران، مثل شعار الموت لإسرائيل، مثل شعار الموت لأمريكا، وجل ما قالت به تلك التنظيمات التابعة للثورة السورية أنه لا تنازل عن الجولان، ولكن ضمن سياق الحقوق يعني التي تحفظها الشرعة الدولية. ومع هذا أصرت الولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل
على إخراج هذه القوات وإدخال الميليشيات الإيرانية بدل أنها تمهيدا لهذه اللحظة التي ستقوم بها إسرائيل باجتياح المنطقة تحت هذه الحجة حقيقة من أجل التوسع الديموغرافي والجغرافي لدولة إسرائيل. وهذا أشار إليه المرشح الجمهوري للولايات المتحدة الأمريكية دونالد ترامب، وأشار إليه نتنياهو مؤخرا من خلال عرض خارطة مكبرة لإسرائيل يعني يسعى لإقامتها في المستقبل القريب. هذه النقطة يعني موضوع الجنوب السوري، يعني دائما إسرائيل تقصف أهداف إيرانية وأيضا مراكز لجماعة حزب الله اللبناني في سوريا. اليوم ما الذي تغير حتى فكرت إسرائيل أو أقدمت على خطوات توغل داخل الجنوب السوري، مع أن هناك اتفاق روسي إسرائيلي أمريكي لإبعاد الفصائل الإيرانية مسافة 60 كيلومتر عن حدود؟ نعم أخي الكريم، سابقا كانت القوات الإسرائيلية تقصف مواقع إيرانية في سوريا وعلى الحدود مع العراق وحتى داخل الأراضي اللبنانية، كان كل ذلك بهدف منع تموضع السلاح الإيراني الاستراتيجي الذي يمكن في لحظة من اللحظات صعب استئصاله. طبعا هذه كانت خطة تكتيكية على طريق تنفيذ الهدف الاستراتيجي الذي يجري اليوم. تنفيذ الهدف الاستراتيجي اليوم كانت الذريعة الكبرى له هجوم 7 أكتوبر. لا ندري إن كانت قيادة حماس تعلم بذلك أم دفعت دفعا من قبل الإيرانيين لخلق هذا المبرر الكبير والضخم الذي يجعل المنظومة الدولية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية تقف بشكل مطلق إلى جانب إسرائيل من أجل تنفيذ هذه الخطة تحت حجة إبعاد أي سلاح ممكن أن يهدد أمنها المستقبلي كما حدث في 7 أكتوبر. ومن هنا تأتي الحملة على تصفية حزب الله في الجنوب اللبناني، وبالتزامن مع مؤشرات على تدخل إسرائيل في الجنوب السوري من أجل يعني تحت عنوان إبعاد الميليشيات الإيرانية، وبالتالي يعني خلق مجال جغرافي ممتد من البحر الأبيض المتوسط يعني عبر جنوب الليطاني مرورا بالجنوب السوري. وقد تخطط إسرائيل مستقبلا إذا ما استمرت الأمور لصالحها واستمرت المؤازرة الدولية لها بفتح خط وثغرة باتجاه غرب العراق، يعني تمهيدا لتحقيق حدود دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل. لابد أن نسأل عن موقف الروسي. كما تعلم هناك نقاط مراقبة أنشأتها روسيا على خطوط الجولان المحتل. بالأمس خرجت بعض المعلومات قبل يومين عن انسحاب أو إعادة تموضع للروس، فسروا بعض المحللين بأنه هو بتنسيق مع الجانب الإسرائيلي. هنا كيف ستتعامل إسرائيل عفوا روسيا مع أي توغل بري إسرائيلي لجنوب سوريا؟ يعني مع بدايات الثورة السورية كانت قد صرحت مسؤولة كبيرة في وزارة الخارجية الروسية يعني ردا على سؤال ماذا لو تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا، فقالت بالحرف الواحد يعني إذا تدخلت الولايات المتحدة الأمريكية في سوريا فإن روسيا غير قادرة على المواجهة. فما بالك اليوم عندما تكون روسيا في المستنقع الأوكراني، في يعني روسيا في وضع اقتصادي صعب، في علاقات دولية سيئة وخصوصا مع الاتحاد الأوروبي. إذا روسيا غير قادرة على المواجهة، وبالتالي عملية سحب القوات الروسية من الجنوب السوري هذه أيضا خطوة تمهيدية لمعرفة بوتين بأن النوايا الإسرائيلية جادة في عملية الاجتياح، وبالتالي روسيا غير مؤهلة لمواجهة مع حلف الناتو، لأنه يعني حلف الناتو بالتأكيد أولا وأخيرا هو في ظهر إسرائيل. هذا بغض النظر عن كان يعني التوسع الإسرائيلي على حساب الأراضي السورية يعني الروس كثيرا أو لا يعنيهم، الروس يعني يهمهم مجالهم الحيوي على ساحل الأبيض المتوسط. والدليل على ذلك أنه عندما قامت مؤخرا الطائرات الإسرائيلية بقصف هدف إيراني داخل قاعدة حميميم الروسية في اللاذقية لم تقم روسيا بالرد على هذا الهجوم الإسرائيلي. إذا روسيا تحاول يعني تفادي أي مواجهة عسكرية لا مع إسرائيل ولا مع حلف الناتو. أشكرك جزيل الشكر من لندن حمد شياب الطلاع محلل سياسي.